نجي القناة الشرقية برنامج بسهة، برنامج رائع. أحييكم وأحيي بغداد، تحية خاصة للعراق جميعا. أودعناكم العراقيين تحشيش. يعني فد فكرة، طبعا هو من ضمن مواقف طريفة أو أشياء مثلا، أكيد فيديو طريف هو من خلال حياة الحملة وحياة أهل اللي موجودين في العراق. واستكشفت البايسكل مالته؟ اي بلا تايرات، وهذا هم يعني خلاه يستخدم رجلين همينه. اي عافيه بالضبط. هو اكيد ذكر انه له فوائد عديده، بس مو بهذا البايسكل اكيد. مو بهذا البايسكل، هذا مجرد هيك. هو يكفي مشاركته ويانا، شكرا جزيلا. نشكرك على انتظار كل شخص ممكن يصور لنا فيديو طريف مثل هذا. طبعا نشكر مشاركته، ونشكر كل شخص يشاركنا دائما بالفيديوهات، سواء الفيديوهات او الصور او التعليقات. اذكر بالسؤال قبل تقرير التعليقات. أوكي. كم بايسكل يمكن أن نضع أو نصف في مساحة مخصصة للسيارة الواحدة؟ 10 زائد 5 شقد، هو هذا الجواب. زائد 5 ثانيات. لا 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 تغششيهم. لا 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 أحمد لا تخرب. هاي دائما أحمد هيجي يسوي. لا أنا دائما أساعدكم وتدرون كل زين. 10 زائد 5 شقد، الشاطر بالرياضيات راح يعرف ويجاوب الجواب الصحيح. بالأخير هي القرعة هي اللي راح تحكم، يعني كل واحد راح تحدد منه. ليونيل يقول طبعا يحيينا على البرنامج، وسام همينة يشكر البرنامج. شكر ثاني الى علاء جاسم الطاي اللي يقول منورين وهو متابعنا حاليا، شكرا لك علاء. طيب العافيه، تحياتنا. همينة من عندنا. رند اياد، شكرا رند على مشاركتك ويانا. طبعا كلهم يقولون منورين وحلوين وحلوين ومنورين. اريدكم هيك تنطونا فد يعني، طبعا كلش حلو انه انتم تكونون متابعين ويانا وتنطونا اياها، بس نريد صوركم، نريد مواقف صارت وياكم، اشياء جديده. يعني احنا اكيد كثير يعني، بس اكيد وصلتنا هوايه اشياء، بس نريد من عندكم همينه انه انتم تشاركون اكثر. يعني هوايه ناس قاعد اشوفهم احمد اكثر شيء يشاركون، يعني الصوره تنزل خلال 5 دقائق فوق الألف لايك، بعد شو يسوون؟ اي طبعا، بس يعني احنا طبعا نشكر مشاركتهم، بس اكيد يعني في طماعه تريد بعد اكثر مشاركات. لا احمد لا مو هيك، انا اريد مشاركه فعليه، يعني اريد الناس يعني يرسلون لنا تجاربهم. يعني انا فلان كانت لي تجربه بالبايسكل كانت كذا، او مثلا اي شخص عنده مشكله في استخدام البايسكل ممكن انه احنا نساعده بها. اكيد طبعا هواية اشياء يعني نقدر انه احنا نتشارك بها ويا بعض، فسواء مرت بكم مواقف، صار عندكم استفسار تحبون ان انتم تعرفون عن استخدام البايسكل الى ما ذلك، فاحنا موجودين هنا على مود نشارك معلوماتنا وياكم، نفس الوقت نستمتع. هي الحمله واسعه وكو هواي مشاركات وكو هنا هواي ناس متابعين، بس في طماعه وتحب بعد تشاركون اكثر. لا انا اريدهم يجربون احمد، مو بس انه بس مجرد مشاركه او هاي، اريد تجارب يعني تمر. ممكن يعني تقولون ممكن موقف صار وياكم او شبه ما ذلك. المهم خلينا نروح هسه الى الانبار، راح نتعرف على شاب انضم الى حمله الشرقيه اللي وفرت له وسيله سريعه بين تنقله من عمله الى منزله. خلينا نروح للانبار، نروح نشوف صديقنا الانبار. صديقنا اللي بالدوري الشرقية على هذه المبادرة في إعطاء فرصة في برنامج دوس لها، وخاصة هذا البايسكل بفائدة لي. أنا عندي محل وصاحب محل بالتنقل في بيت المحل، وأشجع الشباب على الدراجة أو البايسكل الدراجة الهوائية لأنها فائدة، وخاصة أنا رياضي أذهب للرياضة في كل وقت. فأشجع على 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 اسم هذه المبادرة، وأشكر جهودكم القيمة. بالإضافة إلى هذا البايسكل إنه يفيد البيئة في الذهاب للسوق أو كذا، مو بس محل أو كذا، فالدراجة الهوائية مفيدة
اكيد راح يظل يستخدم بايسكله من خلال المحل ومن خلال راحته للمحل مالته ومن خلال رجعته. وهذا كان وزن هواي. وهذا كان صديقنا من الانبار اللي شاركنا تجربته بالبايسكل. طبعا هو يقول انه كان رياضي ولا زال يحب الرياضه. ان شاء الله همنا نشوفك بالايام الجايه وتقول لنا شلون هذا البايسكل غير وياك، ونشوف فيديو جديد وياك بعد استخدام البايسكل. بس لازم يعني تحرص تقدم كلش كبير باستخدام البايسكل. نرجع الى الفيسبوك. بالفيسبوك عندنا محمد سراج، شكرا يا محمد، عندنا يعني دزلنا مشاركه اوكي. وعندنا حيدر جبوري همينا معجب البرنامج. وصلتني مشاركه من نزار الزهيري. نزار دازلنا صوره ولد يخبل ما شاء الله عليه، همينا راكب بايسكل. هاي احمد طعمي مو واضحه كلش عندي. ان شاء الله نحاول انه بالحلقه الجايه نعرض هاي الصوره، بس لازم صاحب الصوره همين يشوف الحلقه. وصلتنا مشاركه ثانيه من عايد عبد الله وعبد الله اياد. السلام عليكم، عندي فيديو على بايسكلي، شلون ادز الفيديو؟ عبد الله نريدك تدخل تسوي شير لهذا الفيديو عندنا بالصفحة. مجرد ما انت تروح على الوول او على شو يسمونه على الوول، تروح على الوول تسوي شير تنزلها وتوصل لنا، يوصل لنا الفيديو. يعني شيء ما ياخذ وقت كلش هواية. اذا استصعب عليك الموضوع احمد راح يساعدك. كل احمد لو بيدي يعني يقدر يساعدك. بس الطريقه جدا بسيطه، مجرد انه انت تروح على الصفحه الرئيسيه مالتنا اللي هو اللي هسه راسلتنا عليها، تروح على الوول تسوي شير وتختار انه انت قاعد تشارك بالفيديو، انه تريد مشاركه فيديو، تنزل الفيديو. اذا الفيديو عندك بالتليفون او عندك بالكمبيوتر، ممكن شخص يفتهم بعدها من بالكمبيوتر يقدر يساعدك. نعم، فخليني شويه ارجع اساعدهم بالاجوبه مال سؤال الحلقه، سؤال المعلومات. خلي انا اقول لهم احمد. سؤال المعلومات، انت ما تقولي لهم. يلا ايش قد؟ سؤال الباركينج، البارك مال السياره. اي هم اكو منهم يستصعبوا يعني يقولون ممكن سياره كبيره او صغيره، انا سهلت لكم الجواب. الجواب كم سياره ممكن، عفوا كم بايسكل ممكن نخليه بالبارك الواحد مال السياره اللي هو موقف مال السياره؟ 10 زائد 5 شقد، هو هذا الجواب. الحل هو هذا الجواب. نطلع اجوبتكم. انا ليش مستغرب؟ احمد يعني مو طبيعي هذا، يعني الصعوبه اللي تنطيها للناس يا احمد. يعني اذا سهلهم لازم، لانه بالاخير راح تكون اكو قرعه وعلى الحظ. بس المستغرب منه اكو ناس قاعد تجاوب غلط. ليش؟ هذا يكون تلقيه من اللي يعرفون كل الشطار بجدول الضرب وبالطرح، بس ما يعرف الزاد. 10 و5 شقد، هو هذا الجواب. طبعاً خلينا نروح البصرة هسه. شو عندك بالبصرة؟ هسه طبعاً إحنا شفنا أصدقاء من بغداد ومن الأنبار، وصار الوقت اللي نروح للبصرة. لا تنسيهم، يزعلون علينا. وهسه صار وقت إنه إحنا نروح للبصرة ونتعرف على شاب أيضاً حاب إنه هو ينضم إلى حملة الشرقية ويحصل على بايسكل جديد. نروح نتعرف على صديقنا وراح نشوف بشنو راح يستخدم البايسكل. تعالوا وياي على البصرة. وين؟ مصطفى من البصرة، صف ثالث متوسط بمنطقة حي الأصدقاء. أروح مدرستي من الرابعة نص ساعة روحة وجاية، والشمس حارة، واحد ما يقدر يمشي، فالبايسكل يفيد. وواحد سيارة ما يقدر يأجر، واحد ما يقدر يأجر للسيارة، والطريق بعيد لها وسيارات ما عليها، وهالأيام أسعار البايسكلات غالية، جديد منها والقديم بسرعة يعطل. هسه أنا بالله كلها ما تدري عدان بايسكل، راح اروح افاجئهم عندي بايسكل هالسنه من راح تبدي كلش دوام،
وهمين مو بس المدرسه وهاي نقدر نطلع بيه. هالايام الازدحامات كثرانه والسيارات هواي، واحد ما يقدر نص ساعه صار عليه ساعه بالدرب، بس البايسيكل خليك تطب الافرع كل شان تقدر تختصر الطريق تختصر الوقت توصل بسرعه، مو نفس السياره تاخرك السياره بالعكس. والدتي الطالب مصطفى كريم مدرسته بالرابعه منطقه الرابعه، فهي يعني مسافه نص ساعه بين ما يروح ويرجع.